هذا وتتجه أسعار السلع إلى تسجيل أداء جنوني مع مطلع الأسبوع، إذ يتدفع المستثمرون لتقييم كيفية تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا والحرب المتصاعدة في أوكرانيا في ضمان لإمدادات الطاقة والمعادن والمحاصيل، كما أفادت وكالة بلومبرغ. وأقرت دول غربية قيودا شاملة جديدة تفرض عقوبات على المصرف المركزي الروسي وتقصي مصارف أخرى من نظام سويفت للتحويلات المالية المستخدم في تعاملات بقيمة تريليونات الدولارات في العالم. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تتطلع إلى استثناء تعاملات قطاع الطاقة من الإجراء الأخير. واعتبرت أيضا بلومبرغ أن إعلانات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن العقوبات تشكل تصعيدا دراماتيكيا آخر في نزاع يمس بالمواد الخام من خلال عرقلة الإمدادات واحتمال حدوث تحولات عميقة في المشهد الجيوسياسي، علما بأن سعر النفط تجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، كما سجل الألمنيوم ومستوى قياسيا وارتفعت أيضا أسعار الحبوب. نعم، الأيام القليلة المقبلة محفوفة بأخطار الأحداث على النفط الخام حتى بصرف النظر عن تداعيات العقوبات، وثمة اجتماع مرتقب في منتصف الأسبوع لمنظمة أوبك بلس بشأن الإنتاج. كما أن إدارة بايدن قد تلجأ إلى استخدام المخزونات النفطية، إضافة إلى ذلك ربما تنخفض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، وذلك إذا حدث سحب متواضع آخر منها. استبعد مصرف جولدمان ساكس أن تختار أوبك بلس تسريع وتيرة استعادة المخزونات رغم ارتفاع الأسعار، ومشيرا إلى الدور الأساسي الذي تؤديه روسيا في المنظمة. ربما يبلغ التضخم العالمي أعلى مستوى له عندما تصدر الأمم المتحدة أحدث تقرير شهري يوم الخميس. المستهلكون يكافحون ومن ارتفاع تكاليف الغذاء، إذ إن الجفاف ونقص العمالة أديا إلى انكماش المحاصيل في العالم في وقت يتزايد الطلب عليها.